ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انت سامعني؟ تمام. طب ما تمام، حدش بيرد ليه؟ طيب ما انت سامعني؟ واضح. الجمعة بس لسه نايمين. معلش انا اسف جدا والله ان انا كان المفروض ان الكورس كان من اسبوعين، بس في اسبوع كان الانترنت فيه يعني كان الضرب في السنترال خالص، والاسبوع التاني كان عندي مشوار مهم جدا، فكان للاسف كنت مضطر ان انا اجل الكورس. اما بقى انا معاكم اهو المره دي، وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا، وان شاء الله ان شاء الله تكون محاضره يعني خفيفه عليكم ان شاء الله. ولا يهم حضرتك، ده احنا اللي بنشكرك، كفايه انك بتفضي من وقتك، كتر ربنا خيرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بس انا بس عايز اتعرف عليكم. بس هو انا قاري الكلام اللي هو اروى، بسمه، دنيا، فاطمه، مروه، منى، هاجر. ما شاء الله ما فيش راجل معانا يعني، ما شاء الله. طب انتوا في حد منكم شغال بالاكسل، ولا دي بدايه ان انتوا لسه تعرفوا الاكسل من اول وجديد؟ هل في حد شغال بيكم بالاكسل؟ انا كنت شغاله بيه، بس انا اجازه من الشغل ليا 7 سنين كده لظروف مرضيه، فطبعا بعيده، فطبعا بقى الفيرجن عايزين، فعايزه استرجع ان شاء تعملوا الله. ابديت. ايوه طبعا، الف سلامه عليكي اولا، وان شاء الله ان شاء الله تعملي ابديت وتشوفي الحاجات الجديده ان شاء الله. شكرا لحضرتك. هل في حد تاني شغال بالاكسل، ولا كل اللي موجودين غير بسمه لسه اول مره بقى يبداوا بالاكسل؟ أنا أول مرة. اول مره. تمام، ما كله اول مره كده، صح كده شباب؟ ولا في حد بيبعت لي رساله اهو؟ طب اتعلمت فيه حبة حاجات. او دي متعرفيش تكلمي طب تمام، ماشي ماشي يا هاجر، ماشي. اتعلمت فيه شوية حاجات. اوكي. طب بصوا يا شباب، عشان انا هبتدي اهو معاكم. الاكسل يا شباب، الاكسل لا يعني ما فيش شركة ما ينفعش تشتغل باكسل. كل الشركات ايا كان هي ايه لازم تلاقي بيشتغلوا بالاكسل شوية، حتى الكول سنتر، حتى اي حاجة، انت في اي حتة ايا كانت تقدر تشتغل بالاكسل. انا لدرجه ان في كان مندوب شحن، كنت انا واحد صاحبي يعني كان شغال مندوب شحن، فمن ضمن الحاجات بيقول لي يا محمد انا عايز احسب العموله بتاعتي، لان كل نقله انا بنقلها في نقله ب 25، وعملت كام قطعه وما اعرفش ايه، والقطعه الكبيره ب 20 جنيه، والقطعه الصغيره ب 15 جنيه، حسبه كده كبيره. عملت له زي جدول، قلت له بقول لك ايه، انت بس كل اللي عليك انك تختار القطعه الكبيره او القطعه الصغيره وتحط عدد القطع وهي تحسب اوتوماتيك. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ دلوقتي الاكسل ده من اسهل الحاجات اللي ممكن تشتغلوا عليها في الاكسل. تشتغلوا عليها. انا مقدر ان ممكن الناس تقول لي اسهل ازاي، ده معقد ومليان حسابات. صح، انا في الاول في الاكسل كنت بتعب شويه، ودماغي كانت بتعطل شويه، لان انا شغال في الاكسل بقالي حوالي 8 او 9 سنين. فان شاء الله ان شاء الله اقدر افيدكم يعني بالخبره البسيطه اللي عندي، واقدر ان انا افيدكم بشويه حاجات في الاكسل. تمام كده يا شباب؟ انا هتوكل على الله، اهو هعمل شير اهو، ونقول الو. بصوا كده يا شباب دلوقتي، ثواني بس كده بقى، نعمل هايد للكابشن دي. ايوه خليها كده، ايوه بالظبط. بصوا يا شباب دلوقتي في الاكسل، احنا دلوقتي ده الشكل بتاع الاكسل اهو، دي بتبقى عباره عن شيت 1، شيت 3، وهكذا. ممكن تزود بقى كمان اهي، من هنا كمان تزود اهو، وتشيل التاب اهو، وهكذا. مكون من خلايا او مربعات كده، ثواني نكبر الكلام شويه. مكون من خلايا او مربعات اهي، ومكون من اعمده اسمها A B C D، دي اسمها عمود. 1 2 3 4 ده اسمه رو او صف، والعمود اسمه كولوم. كولوم الكولوم الام الان سايلنت. تمام كده، فاحنا كده وصلنا لمرحله كويسه قوي. دلوقتي الاكسل مكون من هوم وانسرت، شويه تابات كده كتيره، بس احنا بنشتغل على اهم حاجه الهوم، لان الهوم دي اللي ما يعني ما بتخلاش من اي حاجه اي حد بيستخدم اكسل. اوكي، يعني بس محتاج بس حد يقول لي
ايوه، عشان انا ما اعرفش هل انتوا معايا ولا النت بيقطع، فاهمين قصدي؟ لا تمام ماشي تمام كده، تمام. مهم. تمام، كويس قوي. فده كده الاكسل بالشكل بتاعه. احنا بقى نشتغل بقى على هوم، على التابه بتاعت هوم او القايمه بتاعت هوم. احنا مثلا نشتغل على اول حاجه دي كده، بسم الله، يقول لك بيست وكات وكوبي وفورمات برينتر. دلوقتي في الجداول ده، لو احنا كبرنا كده شويه الكلام، لو انا كتبت مثلا انا اسمي محمد، انا اسمي محمد تحت، تمام كده يا جماعه؟ تمام. الو، ايوه مع حضرتك. هو اللي شغال ده، معلش، ممكن بس يعمل يعني معلش انا اسف يعني، معلش انا. تمام كده يا جماعه. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا اسمي محمد تحسين، تمام؟ فبيقول لك في كوبي وفي كات. لو انا دوست على كلمه كوبي ودوست هنا مثلا كده ودوست كنترول في، كنترول في، تمام، فاتنقلت دي، اتعمل لها نسخه كربونيه او نسخه اسمها كوبي كات، تمام؟ كوبي بيست. طب لو انا دوست على محمد تحسين ودوست على كلمه كات، وبعد كده جيت هنا دوست كليك يمين، وبعد كده دوست بيست، فاتنقلت محمد تحسين من هنا لهنا. دي الفرق ما بين كوبي وكات. كوبي بتاخد نسخه، كات بتاخد الخليه كلها، تمام؟ طب تمام، دي كوبي ودي كات. فورمات بينتر، دلوقتي لو انا خليت محمد تحسين مثلا دي الكلام بتاعها كبير كده اهو، وخليته مثلا دي باللون الاصفر، وخليت الكتابه بولد، وخليتها بلغه او بكلام مختلف شويه، تمام؟ وجيت اكتب هنا مثلا كده، مثلا وليكن اكتب مينا. مينا عاديه اهي، يعني الاسم ما فيهوش حركات زي هنا. فبعمل ايه؟ بروح واقف على دي كده وادوس على كلمه فورمات بينتر. فورمات بينتر دي اللي هي عباره عن المشط دي. دي بتنقل كل خواص الخليه او كل التنسيق والالوان اللي في الخليه بتنقله. انا دوست عليها اهي، متعلمه اهي، ودوست عليها، وبعد كده ادوس على مينا. بص ايه اللي حصل، مينا بقت بنفس شكل محمد. تمام كده يا شباب؟ الو، تمام مع حضرتك. انتوا معايا صح كده؟ يعني ايوه معايا. بس نقفل الموت عشان ايوه ما يبقاش فيه ازعاج في الصوت وحاجات بتتكلم. حاضر، اعملوا بس ميوت يا جماعه اهو، وانا هعمل البتاعه دي. اعملوا بس ميوت لو سمحتم، علشان انا بس اهي، بس كده، تمام كده. فكده الكلام اتنقل بالفورمات بينتر. يعني انا دلوقتي لو انا عايزهم مثلا ياخدوا الشكل العادي، يعني مثلا احمد، مثلا انا عايز الناس دي تاخد الشكل بتاع احمد، فادوس كده على احمد وادوس كلمه فورمات، واروح دايس على دي، واروح دايس على احمد، ادوس كلمه فورمات، واروح دايس على دي، فكده اتعدلت خالص. تمام كده يا شباب؟ طب ننقل بقى على اللي بعديها. اللي بعديها اللي هي ايه؟ اللي هي الفونت. الفونت المربع، المربع ده كده، دي الحاجات اللي انت بتشوفها، اللي مثلا ممكن تعدل الكلام، تخلي مثلا تختار النوع بتاع ال يعني الكتابه او الخط وهكذا. دي التكبير والتصغير بتاع الكتابه اهي، واهي شايفين كده يا شباب، صح؟ انتوا معايا صح؟ مع حضرتك. يعني بس انا بس محتاج بس حد يقول لي انت معايا، لان انا ساعات النت بيقطع، فانا بقعد اتكلم فانتوا ما بيوصلكوش اي شبكه، تمام؟ فاهو دي كده الكتابه، ده كده كبر وتصغير الكتابه، حتى بيكبروها كده اهي، ودي كده، وده بيخلي الكتابه بولد. بولد يعني بيخليها تخينه، ودي ايتاليك يعني بيخليها مايله، ودي اندرلاين اللي هي بيخليها تحتيها كلام. تمام كده يا شباب؟ ثواني. اهو اهو بس كده. تمام كده يا شباب؟ اهي. فدي ودي، دي بقى اللي هي بيخلي باك جراوند للخليه، يعني مثلا بيخليها لون اصفر او الوانات مختلفه زي الوانات دي وهكذا. في مثلا بيخلي اللون الاسود ده مثلا يخليه لون كده او ده او ايا كان اللون اللي هو عايز يكتب بيه. دي في الفونت، في الحته دي كده. الحته دي اسمها الاينمنت. الاينمنت الجي سايلنت، الاينمنت اللي هي التنصيص او تظبيط الخليه. بمعنى
بص محمد تحسين الخلية كبيرة وهو جاي في الشمال قوي، طب انا عايز اخليها في اليمين اجيبها هنا كده اهي، طب عايز اخليها في النص خليها في النص وهكذا. طب لو انا ساحبها لتحت كده اهي، بص محمد تحسين بقت تحت اهي، طب لو انا عايز اخليها في النص في النص اهي، طب لو عايز اخليها فوق فوق اهي، فاهمين قصدي يا شباب؟ فدي بقت كويسة جدا انك تعرف تظبط دي، الحتة دي اسمها الاينمنت. وطبعا بقى فيها حتة دي اللي هي بتاعت الانجل، دي بصراحة انا ما بستخدمهاش خالص بصراحة، يعني دي اللي هي تكتبها بالمنظر ده كده وتخليها كده وتخليها مايلة وهكذا يعني. فأنا يعني الطبيعي ان انا بستخدمها كده، الناس بقى اللي بتستخدمها كده دي بتاعتها، تمام؟ ودي الخلايا بالعربي والانجليش. نيجي بقى في الحتة بقى، الحتة دي جميلة، دي اسمها راب تكست. راب تكست، راب يا جماعة يعني تغليف، تغليف يعني بيضم الحاجة تحت بعض. بصوا كده يا شباب هوريكم حاجة كده حلوة قوي، بص بصوا هوريكم حاجة كده، هوريكم حاجة كده. بصوا يا جماعة لما اجي اكتب مثلا وليكن مينا، وهنا مثلا يعني مثلا مينا عماد مايكل كده، تمام؟ وكتبت هنا مثلا وليكن مرقص مثلا، او كتبت مثلا اللي هو روما، تمام؟ فتلاقوا ان دي مينا عماد معرفش ايه مش ظاهرة، فاهمين؟ لو تلاحظوا مش ظاهرة هنا، مش مكملة للاخر. فبنيجي ندوس على كلمة راب تكست، ايه اللي هيحصل؟ الكلام بينزل تحت بعضه، فاهمين قصدي يا جماعة؟ شفتوها؟ شايفينها كده معايا؟ معلش أنا آسف، بس لو أنا يعني بكل شوية بكلمكم، بس أنا بصراحة بس بحب التفاعل بس، تمام؟ لا لا عادي مش كده. تمام. فدي في بقى اللي هي الميرج. الميرج دي بقى حاجة حلوة قوي، دي أنا على طول بقول عليها دي كده. بصوا لو انتوا، لو انا عايز مثلا اكتب كلمة عروض بكلمة كبيرة، بصوا كده مثلا الحتة دي كده، تمام؟ وادوس على الكلمة دي، اول ما ادوس عليها بقت كلها خلية واحدة، واكتب كلمة مثلا عروض، عروض عارفين زي اللي بيكتبوها كده في الاعلانات، بصوا اهي، واخليها في النص واكبر الكلام على الاخر، فاهمين قصدي؟ فهمتوا الفكرة دي؟ واخليها مثلا باللون ده، فكل المربع ده كله بقى عبارة عن خلية واحدة بس، فاهمين؟ فبقى الموضوع بقى احسن بكتير قوي ان احنا لو احنا دي اسمها الميرج او دمج، دمج ان انت تدمج خليتين فوق بعض بتبقى كويسة جدا. نيجي بقى نمسح بقى ده كده كله، ونيجي هنا في النمبر. النمبر بقى او الحتة دي كده، الحتة دي الخلايا دي كل الاكسل اللي بيشوفها اللي هي جنرال، يعني مثلا لو انا كتبت مثلا ارقام هو بيبص عليها ان هي رقم، لو كتبت مثلا كتابه هو بيفتكرها ان هي كتابه. طب افرض بقى ان انا عايز اكتب، ولا اقول لك استنى لحظه دلوقتي، نفترض مثلا ان انا كتبت مثلا وليكن مثلا الارقام دي مثلا، وانا عايز اقول له انا عايزك تخلي لي الخليه دي نمبر. بصوا بيبقى كذا اختراع فيها، فاقول له خلالي نمبر، فالنمبر بيحط لي عليها علامه عشريه اللي هي ممكن تبقى مثلا مليون واتنين جنيه، بدل مثلا 10,030 قرش او 50 قرش، دي العلامات العشريه. او لو خليها اكاونتي او كرنسي، كرنسي اللي هي بيبقى بيحط لك العمله بتاعتك، يعني ممكن اهو مثلا ممكن نختار دي كده محطوطه علامه الدولار، ممكن نحط علامه اليورو، لا اليورو دي اليورو او التشاينيز او ايا كان الين، يعني ايا كان العمله. وفي بقى كذا عمله مثلا هنا اهي بيطلع لي منها الاكاونتنج اللي هي العملات بتاعتنا كلها، تمام؟ تمام انتوا معايا كده يا شباب صح كده؟ مع حضرتك اه تمام. يعني انا لو انا ممكن بتكلم بسرعه قولوا لي، لو انا لو انا نعم بعد اذن حضرتك ممكن تعيد علامة ايه في الكومو تيست دي اللي هي بختار منها العملات؟ اهي. بصوا اهي يعني العملات اهي، باجي ادوس على اكاونتنج اهي، اكاونتنج، فالاكاونتنج بيجيب لي قصدي اه الاكاونتنج، فبيجيب لي عملات، فباجي ادوس هنا على علامة السهم دي كده. في حاجة اسمها مور اكاونتنج فورماتس اهي، يعني انت ممكن اهي سيمبل اهي، احنا عملتنا اسمها ايجيبشن 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 ايجيبشن، ولا هتبقى ايه اسمها اربك ايجيبشن، يعني مثلا عملتنا بصراحة انا ما جربتش ان انا احط العملة بتاعتنا، بس هي عملتنا اعتقد اسمها ال اي، يعني
ال اي اهي طب تعالوا كده نكتبها كده ال اي او ال 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 لا مفيش ال اي يعني او ال دوت اي لا مش عارف هي او لا او اي جي بي اي جي بي ممكن جي اي جي بي اه اي اه جي بي ايوه اي جي بي بالظبط اهي دي كده يعني 100,000 جنيه وهكذا الناس اللي بتحط اللي هي العلامات بتاعتنا العلامة المصرية تمام وفي طبعا لو احنا اخترنا دي كده اخترنا كرنسي واخترنا اكاونتنج ممكن مثلا لو اخترنا شورت ديت فطبعا الرقم هيبقى مش مظبوط خالص لان احنا ما حطيناش رقم الديت ده اللي هو التاريخ فطبعا احنا ما حطيناش تاريخ مظبوط يعني وفي التايم وفي البرسنتج دي مثلا اللي هو ما اعرفش كام مليون في بقى الكوما سيبريتد دي اللي هي بتفصل يعني لو انت عندك كام رقم يعني لو انا كتبت مثلا واحد وكام تصفار جنبيها هي بتفصل لك يعني مثلا دي ما اعرفش ايه الرقم العجيب ده يعني لو انا كتبت مثلا كده هيطلع لي ان هو ده 10 مليار او 10 مليون 10 مليار لا ده 10 مليار وهكذا في الفراكشن اللي هي علامات اللي هي كسر العشري وساينتست التكست دي اهم حاجه دي اللي هنشتغل عليها بصوا يا شباب لو انا خليتها دي نمبر او خليتها جنرال عادي ركزوا كده في اللي انا هقوله وخليتها اربع اصفار مثلا وبعد كده واحد اتنين 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 بص اول ما ادوس انتر ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل؟ كتبوا رقم لا لا ركزي تاني كده بسمه انا ادوس اصفار شايل اهي زيرو ادوس اصفار بعد كده ادوس خمسه تاخد الاصفار بدأ من الأرقام الفعلية طب ليه؟ عشان لأن القيمة الزيرو دي ملهاش قيمة أصلا صح كده جدع 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 الصفر على الشمال ملوش لازمة صح طب لو انا دلوقتي بكتب رقم تليفون موبايل ورقم التليفون الموبايل بيبتدي ب 010 او 011 او 012 فاهمين قصدي؟ يعني أيوة. مثلا 012 مثلا وارقام كتيرة كده هيكتب لي هيشيل الزيرو فاهمين قصدي؟ طب انا عايز اكتب الزيرو ايه اللي هيحصل؟ بصوا يا جماعة الاكسل بيفكر بمنطقية منطقية الاكسل ان احنا غريب قوي ان انت تحط زيرو على الشمال يعني ما ينفعش لكن بقى لما تخلوا الخلية دي تكست يعني دي كتابة فاهمين قصدي ولا لا يعني بمجرد لو انا كتبت 100 صفر هيخليها لي ما هو شايف اللي بيتكتب جوه الخلية دي كتابة تكست يعني كلام عادي مش ارقام فاهمين قصدي ولا لا فاهمة يا بسمة؟ تمام، يعني اخترنا نوع الخلية الكتابة أو الداتا اللي هتبقى جوه الخلية، فهو بناء عليها بيتعامل معاه. ايوه ما هو بصي لو احنا خلينا هنا مثلا في هنا كده وحطينا صفار كتير مش هيكتبها لي ليه؟ لان هو طبيعي ان هو مش منطقي لكن لو انا خليت هنا بص حتى الفرق لو انا بدوس هنا هتلاقي كلمة جنرال فوق لما اجي بدوس هنا بيقول لي التكست اهي فاهم قصدي؟ تمام. ففي فرق فالفكره بقى في الحته على فكره المشكله دي بتقابل ناس كتير قوي 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 بيكتبوا ارقام تليفونات حد هنا جرب يكتب ارقام تليفونات على الاكسل والزيرو ما اتكتبتش انا متاكد يعني ايه اللي جرب على العموم اهي لما تيجي تكتب رقم اكسل لا رقم تليفون يبقى اكتب زيرو مثلا كذا 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 اهي هيظهر لك الزيرو اللي على الشمال تمام نيجي بقى للحته الجميله دي بصوا يا شباب ممكن سؤال؟ اتفضلي هو ده في الجنرال الكتابة كانت بتيجي على اليمين لكن لما تبقى تكست بتيجي على الشمال. تعالي كده نشوف كده تاني يعني في الجنرال اهو مثلا كتابة اهي فين اليمين هي جاية على الشمال اهي العكس اقصد سوري، في التكست كانت بتبقى طب نخلي مختلفة. كده دي كده يعني نخليها دي لو خليناها تكست قصدك اهي اهي نكتب تاني كده على الشمال اهي ودي تكست اهي فوق اهي لما كانت أرقام لما كانت ارقام اهي برضه على الشمال برضه على الشمال الجنرال بقى جنرال مش فارق يعني عادي مفيش فرق. بخليها على الشمال برضه يعني بخليها على الشمال من الالاينمنت يعني فاهمه يعني الموضوع مش فارق قوي يعني انا كده كده بحددها تمام خلاص بصوا بقى يا شباب دي بقى دي انا بسميها الاداه السحريه في الاكسل دي اسمها كونديشنال فورماتنج كونديشنال فورماتنج يعني باللغه العربيه كان في واحد برضو في كورس في الاكسل هنا
قال عليها التنسيق الشرطي، وهو ده فعلا التنسيق الشرطي، conditional يعني تنسيق، الشرط قصدي، وformatting يعني تنسيق. تمام، ايه بقى التنسيق الشرطي ده بقى؟ بصوا بقى يا شباب، التنسيق الشرطي ده اللي انت بتحط له شوية معايير وهو يطلع لك عليها النتائج. طبعا احنا مش فاهمين اي حاجة، هقول لك انا. بص، وليكن دي مرتبات بعض الموظفين، تمام؟ شايفين يا شباب ولا ايه؟ الو، مع حضرتك. تمام مع حضرتك. وليكن انا عايز اكبر خمس ارقام في اكبر خمس مرتبات في الناس دي، هتعملوها ازاي؟ ممكن اعملها من صورت. صورت، ممكن صورت. ايه تاني؟ بص يا شباب، ممكن هقول لك انا. بس بص يا ستي، هتقف هنا كده على العمود وتيجي هنا كده conditional formatting وهايلايت. هايلايت يعني ايه؟ هايلايت يعني لون. تمام، دي بالالوان بقى. بيوسف بيقول لك ايه؟ توب 5 وبوتوم رولز. ابص اقول له انا عايز التوب، توب 10، ونخليها مثلا اكبر خمس ارقام. فاهم قصدي يا بسمه؟ اهو ظهر لي اكبر خمس ارقام. خدت بالك من النقطه دي؟ ما حضرتك. حلوه دي، حلوه دي. ممكن كمان اكبر رقمين، يعني ده اكبر رقمين. طب انا عايز مثلا اصغر ارقام، اروح اعمل هنا كده بوتوم رول توب 10، قصدي بوتوم 10 ايتم. دي اقل الارقام. طب عايز اقل رقم واحد بس، رقم اتنين، اقل رقمين اهو 2036 و2040. طب اقل رقم يبقى 2036. طب لو اقل خمس ارقام، وهكذا. فاهمه قصدي ايه؟ طب انا عايز اعمل هايلايت على جريتر زان. يعني ايه جريتر زان يا جماعه؟ جريتر زان حد يعرف؟ يعني اعلى من، بالظبط اعلى من. انا بقول له انا عايز الاعلى من مثلا وليكن 3200 او 3300. فاهمين؟ يعني عايز المرتبات الاعلى من او 3400 او او 4000 مثلا. هل في 4000؟ لا مفيش 4000، يبقى 3600. فاهمين قصدي؟ ان بيجيب لك اعلى رقم واقل رقم. طب مثلا هنا هايلايت للزان، للزان ال 4000 ده كلهم اقل من 4000. طب للزان اقل من 3000، عجب لي الاقل من 3000. فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ ده الهايلايت اللي هي الكونديشنال فورماتنج، اللي هي الحاجات دي، وفي التوب 10 واللي هو يعمل لك التوب 10 بتاعه. تمام، وفي بقى الحته دي كده اللي هي ان انت تظبط الجدول والخليه الستايلز بتاعها. يعني ممكن تعمله الشكل ده كده، تعلمه عليه وتعملوا الستايلز بتاعت الخليه، تبقى مثلا بالمنظر ده، بالمنظر ده، الاشكال بتاعتكم. فاهمين قصدي ايه؟ يعني كل واحد بقى والديزاين بتاعه. وفي اللي هي الانسرت والديليت والفورمات. بصوا يا جماعه، دلوقتي في اسم الموظف وفي المسمى الوظيفي. طب انا عايز افصلهم عن بعض، ادوس كليك يمين هنا كده وادوس كلمه انسرت، بقى في عمود فاضي ما بينهم. فاهمين قصدي ولا لا؟ معايا كده يا شباب؟ الو، طب معايا صح؟ حضرتك فصلتها ازاي؟ ما انا بتكلم في كده. بصي بصي اهي، يعني ده كده عايز افصلهم عن بعض، بدوس كليك يمين اهي في كلمه انسرت. انسرت انسرت يعني ادراج، اهي فصلتهم عن بعض. طب في سعيد وفي حسين، عايز افصل، عايز اعمل ما بينهم يعني صف تاني، املى في حاجه، ادوس كليك يمين هنا وافصلهم عن بعض، وهكذا. طب عايز امسح ده، ادوس كليك يمين عليه وفي كلمه ديليت، امسح. وعايز امسح ده، ادوس كليك يمين وبعد كده امسح. بس كده، تمام كده يا شباب؟ طيب دلوقتي بقى احنا هنحاول نكتب اول معادله في حياتنا، اول معادله في الاكسل في حياتنا. بص يا شباب، وليكن هنا، هنا اتنين وهنا خمسه، وعايز الناتج بتاعهم هنا.
تمام اهو. هندوس، بص يا جماعه، عشان تكتبوا اول معادله في حياتكم في الاكسل، او اي معادله بتبتدي في الاكسل بتبتدي بكلمه يساوي، يساوي اهي، تمام. بعد كده ندوس على اول خليه. بص يا جماعه، احنا بنكتب بندوس على الخليه، ايا كان ايه اللي جوه الخليه دي احنا بندوس على الخليه. وبعد كده ندوس على علامه زائد، زائد دي اللي هي ايه؟ اللي هي شيفت يساوي. شايفين يا جماعه؟ شايفينها في الكيبورد اسمها شيفت يساوي اهي. وبعد كده ادوس على الخليه دي، وبعد كده ادوس ايه؟ انتر. كده جابت لي نتيجه كام؟ الو، ما حضرتك، انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ انتوا بقى بحس ان طبعا ساكتين خالص، حضرتك، كلكم لا نايمين ولا حضرتك ايه؟ الدنيا ساقعه قوي كده. لا مع حضرتك، بس بنقفل المايك لا يعني فمش خليكم معايا، خليكم بنقاطع معايا، حضرتك ماشي، انا خليكم بس معايا. دلوقتي احنا طلعنا النتائج اهي، ان هي 2 زائد 7، 2 زائد 5 بيساوي 7. طب لو انا خليتها 5، دوست انت، بقت 10. الفكره في الاكسل يا جماعه ان هو بتجمع خليه زائد خليه، ممكن الخليه دي يبقى جواها مليون فهيجمعها، مش بيجمع كده يعني. بصوا في الاكسل مش بيجمع اللي هو ايه، 2 زائد 5 بيساوي 7. استنى عشان دي خلينا تكست اهي، بيساوي 7، فاهمين قصدي ايه؟ فهنضطر عشان نعدل الخليه هنعمل ايه؟ هنروح تايسين عليها مرتين ونزود هنا تبقى 5 زائد 5. لا احنا هنا بنحطها دي في خليه ودي في خليه، بحيث ان انت لما تعدل الخليه دي وتخليها مثلا 10 هتبقى النتيجه 15. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ اللي هي بتبقى النتيجه بتبقى 10. طب الناقص او ماينس دي كده الجمع، يعني اسمها الجمع يا جماعه في الاكسل يعني، صح جدع. طيب ماشي، المهم هتعرف هي علامة الزائد ايه تاني؟ ممكن بعد اذنك الشيفت ايه؟ شيفت يساوي نسبة دوبل. سمحت نعم بايلا، تمام كده يا شباب اهي. اهي واهي الجمع عندنا يا جماعه اسمه سم. لحظه معلش، لحظه. بص يا شباب، الجمع يعني صم، تمام. الطرح يعني اسمه ماينس، اللي هو ده اسمه ماينس، تمام. لو انت هتطرح هتطرحها ازاي؟ يبقى دي نشيل علامة الزائد دي ونحط علامة الماينس اللي هي ناقص دي كده اهي. يبقى 10 ناقص 5 بتساوي 5. طب لو دي 20 يبقى 15. طب لو الخمسة دي بقت 10 بقت 10. فاهمين قصدي ايه؟ فاهمين يا شباب قصدي ايه؟ مع حضرتك. طب تمام. طب العلى، مع حضرتك، القسمة، الو، القسمة، القسمة يا جماعة يعني دي، القسمة يعني دي، دي اسمها قسمة يعني divided، divide. طب لو هنحطها زي دي بنشيل كلمة الصم الناقص دي ونخليها على كده، 20 على 10 فيها الاتنين، طب 20 على 5 فيها الخمسة، فاهمين؟ على الأربعة قصدي فيها الخمسة، وهكذا. طب في اللي هي دي الأستريك اللي هي شيفت 8، دي اسمها مالتيبلاي أو مالتي بلاي. مالتي بلاي يعني لو أنت دي هنشيل علامة العلى دي ونخليها شيفت 8 هتبقى 80، 20 في 4 ب 80، وهكذا كده. تمام كده يا شباب؟ الو، تمام مع حضرتك. ماشي اوكي تمام. نيجي بقى في حاجه في الاكسل اسمها، بصوا يا شباب، طب ممكن بس كده، شكرا. بص يا شباب، في حاجه في الاكسل اسمها العد. العد احنا صح قلنا، صح الجمع دي احنا قلنا الجمع، ثواني عشان بس اوريكم حاجه. الجمع هنا
يعني صم. طب احنا بنقول احنا كده جمعنا اتنين، طب لو انا عايز اجمع المبيعات دي كلها او المرتبات دي كلها هجمعها ازاي؟ هقول لكم تجمعوها ازاي. بصوا يا شباب، في بندوس يعني مثلا وليكن انا عايز النتيجة هنا كده، تمام؟ هنروح دايسين يساوي صم اهي، اول ما دوست كلمة صم ادوس عليها دبل كليك اهي، وبعد كده اعلم عليها كلها كده وادوس انتر. قال لي ان النتيجة دي كلها 56,000 جنيه. فصم دي يا جماعة صم اسمها في ان انت ممكن تجمعها مانيوال او تجمعها اوتوماتيك، اي اللي هي صم من دي 2 الى دي 20 طلع لي ان الناتج 56,000 جنيه. تمام، ناخدها دي كده نحطها هنا كده اهي. تمام، دلوقتي بقى يا شباب انا عايز اعد الموظفين. لو ليكن انا عايز اعد الموظفين دي كلها، عايز اعرف كم عدد الموظفين دول كلهم، هعدهم ازاي؟ في معادله اسمها كاونت اي اهي، اسمها كاونت اي. تمام، لو انا عايز اعرف عدد الموظفين اهي، هنخليها دي كده هنا مثلا كده، عدد الموظفين. تمام، عدد الموظفين هنعملها ازاي؟ اندوس يساوي count a ونعلم عليهم كده او نعلم على كده اهو، ندوس انتر. قال لي دولت 19 واحد. طب لما انا ثواني كده اهي، لما انا اعلم عليهم كده كلهم هتلاقوا، بص يا جماعه الناتج اهو 19 واحد. انتوا معايا؟ يعني انتوا معايا في اللي انا بقوله ولا النت قطع ولا ايه؟ كمان يعني انتوا يعني في حاجه فايتاكوا ولا الدنيا تمام؟ يعني انتوا كويسين؟ تمام الدنيا يعني تمام يعني. تمام، بصوا كده يا جماعه، الكاونت ايه دي اللي هي بتعد ايا كان اذا كان موظفين او ارقام. يعني اهي برضو اهي لو انا وقفت على دي كده، بص هيقول لك الكاونت بتاعها برضو 19. فكاونت ايه اللي هي عد ايا كان اسماء او ارقام. تمام كده، تمام. طب دلوقتي انا عايز اعرف كام محاسب عندي بس. قول لي يا صالح، عايز حاجه؟ معلش انا بحاول افتح من اللاب وحضرتك، عايز اعرف بيطلب مني باس كود بس. باس كود، ما هو باس كود انا بعته في الواتساب، هتلاقي الباس كود موجود، يعني هتلاقي شكله في الواتساب. انت معايا؟ الو، طب بصوا يا شباب علشان انا عارف ان النت قطع، فدلوقتي كام محاسب انا عايز اعرف هو كام محاسب. ففي معادله اسمها كاونت اف، بيدوس يساوي كاونت اف اللي هي اف اهي، ندوس عليها مرتين، بقول له انا عايز اعرف كام محاسب، اروح معلم على المسمى الوظيفي اهو، واروح دايس كوما اللي هي دي. ثواني هنكبر دي كده شويه اهي كده شويه، معلش انا اسف اهي، هندوس يساوي كاونت اف، هنعلم على دي مسمى الوظيفي، بعد كده دوس كوما. اهو بيقول لي الرينج، انت عايز اول حاجه الرينج، المعادله هي مكتوبه قدامكم، الرينج والكرايتيريا. الرينج انت اللي هو ايه، اقول له جمع لي كل، دور لي على كل حاجه هنا. ثواني اهي، بيساوي كاونت اف، اول حاجه بيطلبها مني الرينج. الرينج المدى، انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور هنا في المسمى الوظيفي، وبعد كده دوس اوكي. بتدور باسم ايه؟ اقول له بدور باسم المحاسب، وبعد كده دوس انتر. قال لي انت في اربع محاسبين. لو انا جاي اعلم كده اشوف، اقول لك ان كام محاسب اهو، ادي واحد اتنين تلاتة وادي اربعة. تمام، طب لو انا خليت، بص لو انا شلت كلمة محاسب دي وخليتها مهندس، قال لي ده في واحد. قال لي طب لو انا شلت كلمة محاسب دي وخليتها
قانوني دي قال لي واحد. طب لو انا الازن، طب تعالى نشوف مبرمج، كام مبرمج اهو؟ قال لي اتنين، اتنين مبرمجين. طب لو كده في اداري، كام اداري؟ بس كده قال لك في 8 اداريين وهكذا. اسمها كاونت اف اهو، كاونت اف عد الاسماء فقط، عد الاسماء بشرط، عد الاسماء بشرط. تمام. في بقى اللي انا عايز اعرف مجموع مرتبات المحاسب، بس مجموع المرتبات اللي هي دي هنعملها ازاي؟ في معادله اسمها صم، يبقى تجمع بس بشرط، هتبقى ايه؟ صم اف بالظبط، هتبقى صم اف اهي، نحط قصدي المحاسب دي هتبقى فوق كده، واهو هنعملها كده صم اف، صم اف هندوس يساوي صم، صم اف اهي. اول حاجه الرينج، انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في كلمه المحاسبين دي، بدور في المحاسبين، دوس كوم. انت بتدور بمين؟ اقول له انا بدور بالمحاسب. انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع المرتبات، دوس انتر. قال لي ان مجموع المرتبات للمحاسبين 12000 جنيه. تمام؟ اي ثواني اهي اهي، قال لي مجموع المرتبات بتاعه المحاسبين 12000 جنيه اهي اهي. تمام، 12000 جنيه. نكبر دي كده شويه عشان تشوف. طب لو انا شلت المحاسب وخليتها مثلا مبرمج، اه قال لك 6000 جنيه. طب لو خليت الاداري، دولت مجموع مرتباتهم يا جماعه، مجموع مرتباتهم، مجموع مرتباتهم، تبقى اسمها سم اف، المعادله اسمها سم اف، يبقى سم اف، سم اف الجمع بشرط بس كده يا جماعه. وانا كده كده هرفع لكم الفيديو ده على قناه على اليوتيوب، وارفع لكم اللينك، حاضروا وهتشوفوها، وكده كده المحاضره دي كانت مسجله. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنسوش ان تكونوا موجودين يوم الجمعه الجاي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.